أهلا بكم. بعد عام من الصمود، ما هي القوة الدافعة لثورة تشرين وما أسباب استمرارها لمدة عام كامل رغم استهدافها وعمليات القمع والقتل المستمر لنشطائها وثوارها؟ وكيف لثورة سلمية أن تحقق أهدافها رغم أن سلطة الأحزاب وميليشياتها مدججون بالسلاح ويملكون الدعم الإيراني أيضا؟ وما موقف القوات الحكومية من القمع والقتل ضد المتظاهرين السلميين؟ وهل سيكون أكثر من 700 شهيد في هذه الثورة أيقونة وعنوانا لديمومة زخم الثورة؟ وكيف حطمت ثورة تشرين صنم الطائفية لسلطة الأحزاب التي اعتمدت عليها في تثبيت أركان سلطانها؟ وما موقف حكومة الكاظمي من الثورة بعدما تنصلت من وعودها بالكشف عن قتلة المتظاهرين والاقتصاص منهم وفق القانون؟ ولماذا يغيب القضاء في العراق أمام سلطة الأحزاب وقمعها للتظاهرات مع أن مطالبهم مشروعة قانونا؟ وما هي عوامل استمرار ثورة تشرين من أجل تحقيق أهدافها بإسقاط نظام المحاصصة الطائفي الذي أرهق البلاد والعباد بملفات الفساد والأزمات الاقتصادية والقمع والقتل خارج إطار القانون؟ نتابع هذا التقرير. لعله يكون العام الذي يغاث فيه العراق بعد السنين العجاف التي مرت به. هنا في ساحات التظاهرات يزدحم الثوار ليقولوا كلمتهم ويؤكدوا مطالبهم الأساسية بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية ومحاكمة قتلة المتظاهرين. يقفون هنا لإحياء ذكرى انطلاق الموجة الثانية في 25 من تشرين الأول لثورة تشرين العراقية. القوات الأمنية أغلقت الشوارع والجسور المؤدية إلى ساحات التظاهرات بغية منع الجموع المتوافدة للتظاهر من أجل التغيير الشامل في ثورة سلمية ضربت أروع الأمثلة لنيل الحرية ورفض الطائفية والتبعية دون إراقة للدماء. لكن الحكومة بقواتها الأمنية وميليشياتها التابعة لإيران كانت ترد في كل مرة بمزيد من القمع والعنف والقتل والخطف الذي لم يعد يثني الثوار عن مواصلة مسيرتهم. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين حذرت أحزاب المنطقة الخضراء وميليشياتها من مغبة الاندساس بين المتظاهرين السلميين بقصد القيام بأعمال تخريبية وتحريضية تسيء إلى سلمية مسيرتهم المليونية، ولتحريض القوات الأمنية لاستخدام العنف المفرط ضدهم لغرض إفشال ثورتهم الكبرى. وقد مهد لذلك تحريضات زعيم ميليشيا جيش المهدي مقتدى الصدر القوات الحكومية بردع ما وصفهم بالوقحين وذوي الأجندات الخارجية في إشارة واضحة إلى المتظاهرين السلميين. المنظمات المعنية بحقوق الإنسان كالمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان حذر من خطورة تكرار الاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين، كما أكد مركز جنيف الدولي للعدالة بضرورة الاستماع لأصوات الشباب في العراق. من جانبها طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، كما اتهمت لجنة الأمن النيابية حكومة الكاظمي بعدم جديتها في تقصي الحقائق والكشف عن قتلة المتظاهرين، وأنها أعلنت مرارا تشكيل لجان للكشف عن قتلة متظاهري تشرين دون أي نتائج تذكر. ثورة تشرين حققت أحد أهم أهدافها، وهو إحداث التغيير المطلوب في العقل الجمعي للشعب في الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي حيت ثوار تشرين الذين انتفضوا لإحياء الذكرى الأولى لمليونية 25 من تشرين الأول عام 2019، كما ثمنت تضحياتهم ومواقفهم وشعاراتهم المعبرة عن صوت الشعب المظلوم. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلاً وسهلاً، مرحبا في الاستوديو. وأرحب أيضاً بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، انضم معي عبر الهاتف من فيينا. أستاذ زياد مرحبا بك.
أهلا بك ورحبا أيضا بالدكتورة آلاء عبد اللطيف الناشطة في التظاهرات تنضم معنا عبر سكايب من بغداد. دكتورة آلاء مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم ضيوف الكرام. أستاذ مصطفى، بعد مرور عام كامل على صمود ثورة تشرين، أكثر من 700 شهيد، آلاف الجرحى والمغيبين من المتظاهرين، عمليات القمع متواصلة، اغتيالات الناشطين متواصلة أيضا، كيف تراقبون الأحداث الميدانية لمجريات ثورة تشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ أن أرحب بالزميلين العزيزين الأستاذ زياد السنجري والدكتورة آلاء عبد اللطيف، وأترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في هذه المنازلة الكبرى بين شعب العراق كله وعصابات المنطقة الخضراء باختلاف مسمياتها وأنواعها وعلى اختلاف المراحل التي واجهت هذه العصابات شعب العراق به، ابتداء منذ اندلاع أول الاحتجاجات في 25 من شباط فبراير عام 2011، مرورا بالاعتصامات الكبرى لمحافظات وسط وشمال وغرب العراق، والآن هذه الثورة المجيدة التي انطلقت في وسط وجنوب العراق بشكل خاص. الحقيقة يعني كل الثورات التي اندلعت في العالم ضد الطغاة كانت فيها تضحيات كبيرة، ولا توجد ثورات بدون تضحيات. كما يقال الدماء هي وقود لهذه الثورات، وهي العامل الأساس في إدامة زخمها وصولا إلى تحقيق أهدافها. عندما خرج العراقيون هؤلاء الشباب الذين يعني عزل إلا من إيمانهم يواجهون آلة القمع التي شرعها ضدهم السفاح عادل عبد المهدي، ويعيد الآن مصطفى الكاظمي استخدامها بشكل أو بآخر، حيث اليوم ارتقى 3 شهداء في يعني منطقة ساحة التحرير وجسر الجمهورية وما حولها، وهناك أيضا عدد من المصابين. يعني لم يكونوا يتوقعون أن يواجهوا بالزهور من قبل هذه العصابات المتحكمة بالعراق والميليشيات الإرهابية المؤتمرة بأوامر إيران، والتي يسميها هذا الطرف أو ذاك يسمونها بالطرف الثالث، أو يتحدثون عن مندسين أو عن قوى يعني خفية كأنما هبطت من المريخ. كان العراقيون الذين يعني ثاروا في هذه الملحمة المجيدة المستمرة لأكثر من عام كانوا يعرفون أنهم سيواجهون هذه القوات يعني الإرهابية وهذه الممارسات الإجرامية، وقد رأوا يعني سابقا ما فعلته هذه الميليشيات الحكومية أو ميليشيات السلطة وعصاباتها وأحزابها، وجدوه في ساحة الحويجة في العام 2014، ووجدوه في ساحات الأنبار بمختلف مدنها وفي الموصل وفي غير صلاح الدين وفي ديالة وفي غيرها. يعني شاهدوا هذا حجم الإجرام والدمار الذي وجهت به هذه الانتفاضات، ولذلك كانوا يتوقعون مثل هذا الإجرام. وكلما كان يعني هذا أمر لافت أيضا ويدلل على يعني جذوة الثورة في نفوس العراقيين ومدى الغضب والحنق الذي يعتمل في صدورهم، أن كلما سقط أو ارتقى شهيد في الحقيقة يعني تزداد الثورة اندلاعا. صحيح أن مجريات يعني أو ما واجهه العراقيون من تفشي لجائحة فيروس كورونا وما يتعلق بها وكل الإجراءات التي اتخذت، هذه كلها لم يمنع رغم أنها قللت كثيرا من زخم وجود الثوار في الشارع، ولكن التعبير عن الثورة بأشكال عديدة يعني، ولا يتوقع أن يكون زخم الثوار دائما بنفس المستوى، ولكن التعبير عن الثورة ورفضها لهذا النظام بكل مسمياته والعمل على إسقاطه مستمر خلال السنة الماضية منذ اندلاع ثورة تشرين المجيدة في الأول من تشرين الأول عام 2019، وحتى الآن هناك الكثير من
المعالم الواضحة في التصدي لهؤلاء لهذه العصابات الإرهابية. وهذه العصابات الإجرامية اتخذت وسائل عديدة، يعني من اغتيال بقنابل الغاز المسيل للدموع من خلال القتل المباشر بها، إلى الرمي بالرصاص، إلى الاغتيال بالقناصين، إلى الاعتقالات والتغييب القسري لكثير من الناشطين، إلى الاغتيالات المباشرة الخفية الفردية يعني لأشخاص بعينهم. حصل هذا في كل محافظات العراق، ومع ذلك هناك إصرار على الاستمرار، وهذا الذي رأيناه يوم أمس ونراه اليوم. وهناك آفاق كبيرة للتصعيد حتى إسقاط هذا النظام. هذا الشعب لن يعود إلى بيته ما لم يسقط هذا النظام. وعندما نتحدث عن إسقاط أو يتحدث الثوار عن إسقاط هذا النظام، فإنهم لا يعنون تبديل الوجوه. يعني ذهب عادل عبد المهدي، جاء مصطفى الكاظمي، يذهب مصطفى، يأتي غيره إلى آخره. هذا الأمر لا يعني الثوار إطلاقا. ما يعني الثوار هو إسقاط هذا النظام بشخوصه، بأحزابه، ببرلمانه، بدستوره، بقوانينه، بكل إجراءاته وتشريعه وممارساته، لأنه ارتكب من الفساد والإرهاب والإجرام ما لا تحيط به مجلدات في هذا المجال. أرحب بالأستاذ زياد السنجري مرة أخرى، الإعلامي العراقي ينضم معنا من فيينا عبر سكايب. أستاذ زياد، يعني الثورة منذ انطلاقها جوبهت بالقتل والاعتقال الناشطين وللمتظاهرين، أكثر من 700 شهيد سقطوا في أرض العراق في ثورة تشرين. الثورة مستمرة مع ذلك، متواصلة صامدة لعام وأكثر. يعني ما أسباب هذا الصمود؟ لماذا الثورة السلمية مستمرة رغم أن الميليشيات تملك من النفوذ الكبير، السلاح، العتاد، ومتواصلة بعمليات القمع والاعتقال للمتظاهرين؟ نعم أخي الدكتور، هناك مسألة يجب أن ندركها جيدا وأن نفهمها بشكل واضح. الحقيقة لم يترك للعراقيين خيار إلا اختيار الثورة والمضي قدما في هذه الثورة. نعلم جيدا اسمح لي فقط، يعني هناك مشكلة فقط في السكايب في الاتصال، سيعاود الزملاء الاتصال بكم مرة أخرى بعد إصلاح هذا العطل. معنا دكتورة آلاء عبد اللطيف الناشطة في التظاهرات. دكتورة آلاء مرحبا بك، هل تسمعيني؟ نعم أسمعك بوضوح، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك دكتورة. دكتورة آلاء، يعني هذه الثورة واجهت الكثير من محاولات التشويه وكذلك الاعتقال والقمع والتنكيل، وإلى الآن هي صامدة. ما أسباب صمود ثورة تشرين السلمية بمواجهة آلة القتل التابعة لسلطة الأحزاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام، ومن منبر قناة الرافدين أوجه تحية لجميع الزوار الأبطال اللي كانوا وقفتهم يوم أمس بصراحة وقفة عز، وقفة شموخ، وقفة يفتخر فيها الكبير والصغير. أدوا واجبهم بنقل صورة حقيقية عن العراقي البطل الذي لا يقبل بالذل ولا يقبل بالمهانة، ولن يتقبل أي من هؤلاء السراق العملاء بالتسلط على بلده وعلى شعبه وعلى ثرواته ومقدراته. أيضا تحية لروح الشهداء اللي فارقونا من خلال فترة عام منذ اندلاع الثورة ولغاية الآن، لكن أرواحهم حاضرة معنا، كانت دماؤهم لا تزال موجودة، ونحن ما يعني عهد من عنا ما راح نتراجع ولا راح نكل ولا راح نمل إلا لنزف لهم بشرى الانتصار وبشرى تحقيق الأهداف اللي من أجلها ارتقوا شهداء عند رب العالمين. نعم. بالنسبة للصمود أخي العزيز، الإيمان بعدالة القضية هو هذا سبب الصمود. الشباب اللي متواجدين بالساحات عندهم إيمان مطلق بعدالة قضية العراق. العراق ليس بلد كباقي البلدان، هذا البلد
اللي ازدادها بالتاريخ 7000 عام لا يمكن أن ينتهي به الوضع، أن يكون العوة بأيدي دول الجوار التي ومعروف القصد من هو اللاعب الأساسي المخرب الأساسي بالبلد. حفنة علماء اجوا من قارعات الطرق، عفوا حفنة عملاء لموهم من قارعات الطرق متسكعين، فلطوهم واعطوهم سلطة بالعراق، كانوا يحلمون بالوصول اليها، واصبحت البلد عبارة عن انتهكوه بحيث يعني يتعاملون مع شعبه وكأنهم رعايا قدم لديهم. المفهوم الحضاري للحكومات أن تكون حكومة يقودها الشعب، هي هذه الحكومة من أجل الشعب، موظف على درجة عالية من المسؤولية، له القدرة على إدارة رئيس الحكومة مخدرات البلد لخدمة الشعب. دكتورة ألاء، مصطفى الكاظمي يتحدث عن أنه جاء من قلب ثورة تشرين، يعني هو جاء، يعني الثورة كانت سببا بمجيئه. عندما تتحدثين عن أن الحكومة يجب أن تقاد من قبل الشعب، نعم أعتذر لللفظ اللي راح أقوله، بس لا أتردد فيه أن أقول كذاب ويكذب يكذب يكذب ويصدق كذبته، يكذب باحتراف. هذا الرجل يمكن كان لولا ثورة تشرين ما كان يحلم بالوصول إلى سدة الحكم بالعراق. فعلا ثورة تشرين هي اللي أوصلته إلى منصب رئيس الوزراء، لكن أن يكون هو ممثل ومن رحم تشرين وممثل لهذا الشعب فهو كاذب، هو ابن المنظومة الفاسدة. قتل في على يده 700 ما يزيد عن 700 شهيد، وكان هو رئيس لجهاز المخابرات العراقي، وكل شيء يجري بالعراق كان تحت مرأة. ولكن هو ايضا يعني هناك وعود كثيرة صرح بها من انه سوف يقوم بالكشف عن قتل او قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم. كيف تنظرين الى هذه الوعود بعد مرور عام كامل على ثورة تشرين السلمية؟ اخي العزيز، مصطفى الكاظمي عين رئيسا للوزراء لأطلاقين اللي هي فقط الذهاب إلى مجالس عزاء المغدورين بأيدي الميليشيات، وهو يعرف القاتل حق المعرفة. كم مجلس عزاء للشهداء زاره وأخبر أهاليهم أنه أنا ولي الدم، ولي الدم لحد الآن على مقتل الهاشمي مضى ما يقارب 3 أشهر أو أكثر، ووعد زوجته وأولاده اللي كانوا دموعهم مالي عيونهم أمام عيونه، ما هزته دموع الطفل وقال لهم أنا ولي الدم. كيف تريد أن نصدق بوعوده وهو لحد الآن هو مشارك؟ اللي حدث يوم أمس كان تحالف ميليشياوي حكومي لقمع الثورة. طيب ابقى معي دكتورة، لكن احنا من وكانت عفوا بس خليني أوصل الفكرة من هذا المنبر، نقول انه يوم امس كانت الجولة الاولى وليست استذكار، وانما هي امتداد للثورة، لان الثورة هي فكرة والفكرة ما تموت، وزرعت بأذهان انه عقول الشباب، هذه مو شيء ميت لنستذكره احنا، لا هذه امتداد. يمكن بالفتره الماضيه تحولنا من شكل الى اخر بسبب الوضع الوبائي للبلد، لكن هذه امتداد، والبارحه كانت الجوله الاولى. طيب سوف اعود اليك دكتوره الاء مره اخرى. استاذ زياد سنجري، مرحبا بك مره اخرى، كيف الصوت الان؟ طيب استاذ زياد، يعني العفو الدولية تدعو إلى تحقيق العدالة فيما يخص يعني الناشطين في التظاهرات وتحقيق العدالة في هذه الثورة. طبعا أكثر من 700 شهيد سقطوا في ثورة تشرين، يعني من وجهة نظرك العالم كيف ينظر، المجتمع الدولي كيف ينظر إلى ثورة تشرين السلمية وهذا العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا فيها؟ لماذا لم يتم هناك دعوات لتدويل هذه القضية؟ اعتقد ان هناك مشكله بالصوت للاسف الشديد، ولكن اعتقد بان جنابك وجهت لي سؤال حول منظمه العفو الدوليه التي وجهت بفتح تحقيق حول اعداد الشهداء والجرحى الذين سقطوا في العراق
وكذلك الكثير من المنظمات الأخرى التي الحقيقة وجهت، كذلك مرصد أفاد وغيره من المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في داخل العراق وخارجه، وجهت بأن الحقيقة فتح تحقيق. ولكن لمن التحقيق؟ كم لجنة تحقيقية فتحت الآن في العراق نتيجة اغتيال ناشطين وثوار وصحفيين وإعلاميين والكثير من المسميات الأخرى في داخل العراق؟ كم لجنة أثبتت وألقت القبض على القاتل؟ والكل يعلم من هو القاتل، الكل يعلم من هو الطرف الثالث، الكل يعلم من هي الميليشيات التي تقود المتظاهرين في بعض المناطق إلى الاختطاف. إذا أعتقد بأن الكل يعلم بأن الأحزاب، مقتدى صدر، الكثير من الجهات متورطة بشكل أو بآخر بقص المتظاهرين، بقتل المتظاهرين، بالاعتداء على المتظاهرين، بحرف محاولات لحرف سلمية المتظاهرين. ولكن كل هذه الأمور الحقيقة فشلت، فالشعب العراقي اليوم أوعى بشكل كبير مما سابقا عندما قامت هذه الثورة، بينت لأبناء الشعب العراقي جميعا من هي الأحزاب والميليشيات والحكومات المتعاقبة التي تحكم العراق، وكيف هي عقلية هذه الحكومات وهذه العملية السياسية ما أنتجته من تكريس للطائفية التي نبذها الشعب عبر هذه الثورة، ثورات تشرين المجيدة. لذلك نجد بأن المتظاهرين يعلمون جيدا بأنهم يقدمون الغالب النفيس من أجل إنجاح هذه الثورة، لأنها الثورة الوحيدة أو الملاذ الوحيد هؤلاء العراقيين الأبطال لكي يتخلصوا من ترسبات الاحتلال الأمريكي والإيراني على العراق، وإنهاء هذه العملية السياسية البائسة التي جثمت على صدور العراقيين منذ 17 عاما وحتى يومنا هذا. نعم هناك شهداء، هناك جرحى، نعم ليلة أمس واليوم لدينا شهداء و40 مصاب آخرين، ولكن ستستمر هذه الثورة لأن هناك أطفال، لأن هناك شباب، لأن هناك مستقبل ينتظر العراقيين. واليوم المستقبل معدوم بوجود هذه الطبقة السياسية الفاسدة، بوجود هذه الأحزاب والميليشيات، بوجود هذه الحكومات التي لم تستطع تأمين حياة المواطن العراقي. لذلك أعتقد بأن هذه الثورة هي الملاذ الوحيد للاستمرار من أجل النهوض بالعراق وعودته إلى حضنه العربي وعودته إلى العالم وإنهاء مسلسل الفساد المستشري في داخل العراق. شكرا أستاذ مصطفى. البعض يتساءل يقول كيف لثورة سلمية أن تحقق أهدافها بمواجهة ميليشيات مدعومة من قبل إيران ولها من المال ولها من السلاح والعتاد، وقامت فعلا بقتل المتظاهرين واغتيال الناشطين؟ نتساءل هنا يعني عن القوة الدافعة لثورة تشرين، ثورة سلمية متواصلة مستمرة إلى الآن بصمودها. ما هي القوة الدافعة؟ ما هي الأصول التي تبعتها هذه الثورة حتى تظل صامدة مستمرة؟ يعني الثوار عندما خرجوا في كل المراحل التي قلنا تحدثنا عنها في العراق لم يخرجوا ترفا ولا بطرا، وإنما خرجوا لعدالة قضيتهم ولإيمانهم بعدالة هذه القضية ولإصرارهم عليها. يعني كل ما عاشه العراقيون خلال السنوات 17.5 الماضية هو وقود للثورة وهو قوة دافعة لها. هؤلاء الشباب الذين تحطمت آمالهم، تحطمت على يد الميليشيات الإرهابية، على يد الفساد، الفاسدين والمفسدين الحقيقة في العراق، على يد هؤلاء الذين تسيدوا على العراق يعني بحاضره وبماضيه العريق، وأغلقوا كل أبواب المستقبل أمام هؤلاء الشباب بسرقات بمئات المليارات من الدولارات، بتحطيم البنية الاجتماعية للبلاد، بتدمير كل منظومات القيم والأخلاق في العراق، تحطيم البنى الأكاديمية والعلمية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ورهنوا مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني لأعداء العراق، وتحديدا للغزاة الأمريكان وعملائهم وللإيرانيين ولعملائهم.
هذه كلها عوامل دافعة للشباب ليقوموا بهذه الثورة وليصروا عليها لتحقيق أهدافهم، ولذلك هم خرجوا كما قلنا بشعار إسقاط النظام وداسوا صور يعني عملاء إيران في العراق، ورموز النظام الإيراني الإرهابي الإجرامي من خامنئي وسليماني وروحاني إلى آخره. هل صحيح أن العامل الاقتصادي مثلا والخدمات طلب الخدمات هو الدافع لهذه الثورة؟ يعني هو ليس عيبا أن يخرج الناس لأجل المطالبة بالخدمات، لأن هذه الخدمات وتوفيرها إلى الشعب هذه من أهم وأول المستلزمات أو واجبات السلطات في أي بلد يعني، لكنها ليست العامل الوحيد. أنا قلت أنه هذه القوة الدافعة هي كل ما عاناه العراقيون من قتل، من تدمير، من تخريب، من إرهاب، من امتهان لسيادة العراق وكرامته وكرامة أبنائه واستقلال هذه الدولة العريقة التي بنت أول مدنية في التاريخ، أول دولة وأول قانون وأول حضارة امتهنها هؤلاء الذين يعني جاءوا إلى سدة الحكم لأغراض السرقة والتدمير، هم جزء من مخطط التدمير. هؤلاء كل الذين استلموا أو تسلموا مناصب السلطات منذ غزو العراق أو منذ احتلاله عام 2003 وحتى اليوم إنما جاءوا لأجل من ضمن مشروع، هذا المشروع هو مشروع تدمير العراق وامتهان سيادته وكرامته وكرامة أبنائه وتحطيم استقلاله وعدم فتح أي منفذ لأبنائه في المستقبل. وهذا حقيقة مسألة بالغة الخطورة، هذه مسألة ليست سهلة عندما تمتهن كرامة هذه الملايين العراقية الشابة التي تريد أن يعني تنفتح أمامها آفاق المستقبل، يعني هؤلاء يغلقون أمامهم كل النوافذ من أجل يعني التطور والنمو وخدمة البلاد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة الموجودة في العراق. العراق لديه من الإمكانيات الكبيرة للنهوض. هؤلاء كله يعني هذه العصابات بكل مسمياتها التي جاءت إلى العراق إنما تريد أن يعني تستولي على كل مقدرات، وهي فعلا سرقت أكثر من 1200 مليار دولار خلال السنوات 17 الماضية، هربت آثار العراق. هذا الكذب الذي يقال أنها تستعيد آثار العراق، هذا كلام يعني للاستهلاك المحلي للاستهلاك الإعلامي ولا ينطلي على الشعب العراق. ربما ينطلي على بعض الإعلاميين الذين يسوقون لهذا النظام سواء في داخل العراق أو في خارجه. تمام. هربوا آثار العراق، دمروا اقتصاده، دمروا مصانعه، دمروا زراعته، دمروا موانئه، رهنوا نفطه لعشرات السنين القادمة بعد أن نجح العراقيون في العام 1973 من تأميم نفطهم، أعادوا هم الشركات الاحتكارية. ولاحظ أنك أول من أخرج من العراق من الشركات الاحتكارية أعيد الاحتكار نفط العراق وسرقته، والآن يدفعون يعني مبالغ هائلة. حقيقة هذه مسألة يعني تستنزف أيضا اقتصاد العراق لهذه الشركات الاحتكارية التي جرى رهن ثروات العراق لها لسنوات طويلة على يد حسين الشهرستاني وعلى يد عصابة حزب الدعوة الشيطانية التي تبوأت العراق والسلطة في العراق، وكانت يعني هي الأقدر على تنفيذ مشروع التدمير. يعني هناك العديد من القوى التي ساهمت في مشروع التدمير، لكن عصابة حزب الدعوة من إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وامتداداتهم في الوزارات وفي الدولة كما تسمى الدولة العميقة، وهي حقيقة ليست دولة عميقة وإنما هي سلطة الميليشيات والإرهاب والمال الفاسد المدعومة بـ يعني هذه الجرائم التي شاهدناها أو المسنودة بهذه الجرائم التي هي من تعمل على تدمير مستقبل العراق وتخريبه. هذه العوامل والمحطات هي عوامل نشوء هذه الثورة واستمرارها ونشوء القوى الدافعة واستمرار زخمها وصولا إلى تحقيق أهدافها. نعم دكتور ألاء، بالعودة إليك، يعني مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري صرح على الحكومة ردع المندسين وكذلك من وصفهم بالوقحين وفرض هيبة الدولة. يعني هنا المتظاهرون وثوار تشرين كيف فهموا هذا التصريح؟
احنا تعدينا يعني على مدى الاعوام الماضيه على تقبض صفر خاصه بالشخص وعلى ركوب الامواج في كل المناسبات، لكن ما جرى والملفت يوم امس انه بعد ساعات قلائل من انطلاق التظاهرات يطلق هذا تصريحه انه المتظاهرين غير سلميين، المتظاهرين مندسين، التظاهرات خرجت عن سلميتها. كيف تسنى له الحصول على هذه المعلومات في غضون ساعتين او ثلاثه؟ انها كانت عباره عن اشاره لاجل تنفيذ ما اتفقت عليه احزاب الشر مع السلطه الحكوميه لاجل توجيه الضربات بمختلف انواع الاسلحه سواء كانت من الميليشيات المندسه داخل الساحات او من الجانب الحكومي عن طريق استعال اعمال شغب قاموا بها اشخاص محسوبين لهم للميليشيات، هي التي استعلت هذه الاعمال. نفس الشيء مثل الاحداث اللي جرت بكربلاء قبل فتره اثناء زياره الأربعينية الإمام الحسين، ابتعلوا وهذا هذه التصرفات الخبيثة لأجل ضرب العناصر الأمنية حتى العناصر الأمنية ترد بالمثل. وحقيقة التصرف اللي تصرفوا أنه جعلوا المتظاهرين محصورين ما بين قوات الشغب وقوات الحكومية اللي تضربهم من الأمام والميليشيات التي كانت مندسة بيناتهم واللي كانت بخلفهم حتى تضربهم وتطعنهم بالظهر. الغدر وخيانة هؤلاء الأشخاص تعلمنا عليه. احنا بالنسبة لنا لما الشباب طالعين لأجل هذا الهدف حاطين في بالهم مختلف أنواع الأسلحة راح تواجههم، احنا نعرف بشكل جيد انه هذه الميليشيات مدعومه من قبل ايران، مدعومه من قبل الحكومه، تمتلك السلاح، تمتلك وسائل الاعلام اللي تروج للاشاعات اللي تطلقها، تمتلك المال الحرام اللي سرقته من الشعب العراقي لاجل تمويل فعالياتها القذرة. وأصبحت هذه المسرحيات واضحة للجميع واللي ينكرها أما يكون عديم الضمير أو يكون مغفل صراحة. نعم دكتورة، واضح وضوح الشمس. نعم أستاذ زياد السنجري، يعني مع وجود القوالب الجاهزة، تهم الجاهزة، طبعا البعض يقول بأنه الاحتلال الأمريكي هو من أسس لموضوع الاتهام الجاهز، الاتهامات الجاهزة كالإرهاب أو المندسين وما إلى ذلك، يعني ما مدى خطورة أن تكون هذه التهم الجاهزة موجودة وهناك إعلاميا من يتم بشحنها بين فترة وأخرى لتغيير ربما الرأي العام داخل العراق ضد المتظاهرين؟ يعني كما هو معلوم أن تظاهرات سلمية. نعم أخي العزيز، بعد 2003 أسس الاحتلال الأمريكي هذا النهج، هذا النهج ليس الحقيقة غريب، المشكلة بالصوت أعتقد هنا. نعم الاحتلال الأمريكي أسس لهذه المسألة بطريقة أو بأخرى في داخل العراق، هذا النهج انتهجته الميليشيات لاحقا، شيطنة كل من يعارض ما يحدث الآن في العراق من عملية سياسية. عفوا هناك مشكلة الصوت، اعتقد الصوت يعاد مره اخرى. شكرا. التهم الجاهزه اسس لها الاحتلال الامريكي ثم استلم بعدها ذلك الحكومات المتواليه بحسب ما يرى مراقبون ومحللون للشأن العراقي. هنا ايضا هناك شخصيات دينيه، شخصيات سياسيه، يعني الأحرى أن نسميها سياسية، تقوم باستخدام هذه المصطلحات، يعني مندسين، يعني مخربين، شغب، إرهابيين، مشاغبين، يعني جوكرية، هذه المصطلحات ما مدى خطورتها على مواصلة صمود الثوار كما هو معلوم أن هذه التظاهرات لم تخرج عن إطارها السلمي أبدا؟
يعني هم يدركون جيدا هذه القوى الإجرامية التي تتحكم بالعراق تدرك جيدا أهمية الإعلام، ولذلك هي تمارس عملية التشويش والتضليل وليس عملية الإعلام لأغراض التنوير، هي تستخدم الإعلام لأغراض التشويش ويعني إحباط المعنويات وبث الإشاعات. وهذه حقيقة يعني هي ليست أعمال فردية من هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك أو من هذا الإعلامي أو ذاك، وإنما هو جهد منظم يعني يجري التنسيق له والعمل بموجبه والإعداد له وفق خطط في يعني تتعلق بالحرب النفسية وبالوسائل التأثير الإعلامي، وهذه تستخدم وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تدار من داخل العراق وتدار من خارج العراق، تمول بالمال العراقي المنهوب، هناك جيوش إلكترونية يعني كما يقال تستهدف هؤلاء الثوار وتستهدف الناشطين وتستهدف الإعلاميين الصادقين وتستهدف المواقع الإخبارية أو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي التي تتميز بصدقية في نقل المعلومة، وتحاول شيطنتها، تحاول تهكيرها، تحاول ضربها، تحاول الإساءة للعاملين فيها. اعتدوا على الكثير من وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، حاولوا كل هذه العملية هي عملية منسقة وعملية منظمة، وما ما جرى يعني التذكير به، نحن يعني نشرنا قبل 8 أشهر تقريبا عن هذه الخلية التي جرى الحديث عنها مؤخرا، خلية إعلامية يديرها الحرس الثوري الإرهابي الإيراني في العراق، بعض شخوصها في بريطانيا، بعض شخوصها في لبنان، بعض شخوصها في ربما حتى طبعا في إيران وفي العراق وربما حتى في دول أوروبية عديدة. هذه يعني حقيقة يعني كما قلت هو عمل منظم وعمل مخطط له وعمل يجري فيه إهدار مبالغ كبيرة من المال العراقي المنهوب، قد يشرف عليها هذا السياسي أو ذاك، لكن كلها تخضع لعوامل استخبارية ودراسات مخابراتية، أجهزة مخابراتية وبعض الباحثين النفسيين، وطبعا تستخدم هؤلاء الإعلاميين الذين يعرف الجميع مدى صدق مدى يعني كذبهم ومدى إسفافهم في مهاجمة الثوار وفي مهاجمة كل الأصوات الحرة العراقية الشريفة على مدى السنوات 17 الماضية، اتهامهم بالطائفية، اتهامهم الجوكرية، التابعين للولايات المتحدة إلى آخره. هؤلاء الحقيقة كلهم يجب أن يشكروا الولايات المتحدة ليل نهار ويقدموا لها فروض الطاعة والولاء، لأنها هي من جاءت بهم وجمعتهم من المزابل، كما تفضلت الأخت الدكتورة آلاء حفنة من العملاء جمعتهم من أزقة دمشق وطهران وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وجاءت بهم إلى العراق وهم لا يحلمون بالوصول إلى عتبات العراق، ولكنها سيدتهم وسلبتهم مقاليد الحكم في العراق والموازنات التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وهذه القوات المسلحة بأفتك الأسلحة وإلى آخره، وسلمتهم وسائل إعلام. هؤلاء يجب أن يشكروا الولايات المتحدة لأنهم هم عملاء الولايات المتحدة وهم الذين كانوا يقودون حملات من التوسل والاستجداء على أبواب البيت الأبيض وعلى أبواب وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية والسفارات لأجل يعني احتلال العراق وغزوه وإزاحة النظام الوطني فيه. نعم، عاد إلينا أستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، الآن نتصل بكم عبر الهاتف، تسمعوني الآن جيدا؟ إن شاء الله أسمعك عزيزي. نعتذر منك أستاذ زياد، هناك خلل في السكايب. أستاذ زياد، يعني طبعا كل ثورة هي بحاجة أو كل تظاهرات هي بحاجة إلى وسائل إعلام من أجل الدعم، من أجل يعني بيان أن المتظاهرين السلميين يطالبون بحقوق مشروعة يكفلها حتى الدستور.
في العراق لم يطالبوا بشيء سوى إسقاط النظام الذي تسبب لهم بتدمير البلاد، سواء كان بالفساد الإداري والمالي أو من خلال يعني فساد في مثل ما يصف الكثير من القانونيين، هناك فساد في المنظومة القضائية وفساد في المنظومة الأمنية. المهم يعني ما هو دور الإعلاميين العراقيين وكذلك حتى العرب لتسليط الضوء على هذه القضية، قضية ثورة تشرين وصمودها وهي ثورة سلمية؟ الحقيقة دور الإعلاميين العرب ووسائل الإعلام والإعلاميين العراقيين والصحفيين هو دور إنساني لإبراز قضية مهمة جدا، وهي القضية المحورية الآن التي تجري في العراق، وهو نجاح هذه الثورة بكل الطرق الممكنة، لأن هذه الثورة نجاح هذه الثورة يعني استعادة العراق لدوره الريادي في المنطقة وإنهاء ما بدأه الاحتلال الأمريكي ومن بعده الاحتلال الإيراني. هذه المشكلة الرئيسية التي يواجهها أبناء الشعب تستحق على كل الجهود، كل الجهود، كل الشرفاء، كل الصحفيين، كل الإعلاميين الوطنيين أن يقفوا مع هذه الثورة بكل مطالبها المشروعة، وهو مثل ما تفضلت المطلب الرئيسي والأساسي، وهو إنهاء هذه العملية السياسية البائسة الموجودة الآن في العراق. أي هناك مسألة، وهي أن الإعلاميين والصحفيين يتعرضون إلى مضايقات عديدة وكثيرة في داخل العراق، ولربما شاهدنا إغلاق محطات فضائية وإرهاب مكاتب فضائية وإرهاب إعلاميين واستهداف وقتل واعتقال وقطف إعلاميين وصحفيين في داخل العراق. كلنا شاهدنا ما حدث في النجف وفي البصرة وفي بغداد والكثير من المحافظات العراقية، بل أن هناك الكثير من الإعلاميين الشرفاء خارج العراق نتيجة الظروف التي يعيشها البلد، حيث أن معدل الشفافية في أدنى مستوياته والعراق يتذيل القائمة في على مستوى الدول، العراق يتذيل القائمة أيضا في مستوى دول السفر، البغداد أسوأ عاصمة للعيش في العالم. كل هذه المعطيات جعلت من العراق الحقيقة المتأخر، يعني هناك دول يضرب فيها المثل أصبحت متقدمة أكثر من على متقدمة على العراق في أشواط نتيجة الفساد والإهمال الذي يعاني منه العراق اليوم. لذلك نجد بأن كل ناشط وكل صحفي وكل إعلامي عليه أن يسخر جهده بشكل واضح من أجل إنصاف الأطفال والنساء، إنصاف الشباب والشيوخ، إنصاف أبناء العراق الذين يعانون ما يعانوه من نتيجة الاحتلال الموجود الجاسم على صدور العراقيين منذ سنوات طويلة. نعم، شكرا لك أستاذ زياد. دكتورة ألاء، بالعودة إليك مرة أخرى، هل ترين وتتوقعين أن تكون هناك قوة دافعة أيضا للثورة بعد مرور عام كامل على صمودها؟ بالطبع، يعني مثل ما أخبرت حضرتك وقلت لك أنه ما جرى يوم أمس هي كانت الجولة الأولى بالنسبة للقمع، يعني هذه مو أول مرة، ما جرى على إيدين المجرم عادل عبد المهدي تكرر على إيدين مصطفى الكاظمي، فلا يحاول يوصل فكرة إلى المجتمع الدولي من خلال ظهوره بالإعلام على عبر الفضائيات بالخطابات الرنانة أنه الشعب استثمر ذكرى الثورة وأنه فخور بخروج هذه الأجيال، أجيال خرجت بثورة ضد منظومتكم بكاملها، يعني ناس صراحة ما يمتلكون ولا ذرة حياة، يعني بكل قباحة يطلعون على شاشات التلفزيون يستعلون أشياء كذب. يعني نحن من خلال منبركم نعتب على الفضائيات اللي تروج لأقاويلهم. هذه الحكومة حكومة مثل ما يطلقون عليها الشباب، هي عبارة عن حكومة فيسبوكية وحكومة إعلام وصور لا أكثر. كل ما بالعكس أصلا متواطئة متعاونة إلى أبعد الحدود مع هذه الميليشيات. أسوأ وأخطر رجل وصل إلى سدة رئاسة الوزراء هو هذا المدعو مصطفى الكاظمي. هذا رجل يعني غارج بالعمالة،
لدرجة أنه هو يعني متلون، ساعة تراه يعني يفتح، شلون أريد أعبر لك، يعني يتفانى في خدمة أمريكا مثل ما شفنا أثناء زيارته للولايات المتحدة، وتارة أخرى يتفانى في خدمة إيران. طيب. وبكل الأحوال هو أساساً عميل صغير، موظف صغير عند هذه الميليشيات، بأمره وينفذ لا أكثر. شكرا لك دكتورة. فإحنا ثورتنا مستمرة. نعم. الشباب جاهزين في أي وقت ينتظرون التوجيهات اللازمة. وأكيد إحنا هذه اللي كانت إن تجربة، تقينا الصدمة، عدنا تنظيم الصفوف، وإن شاء الله بشائر النصر نراها أمام أعيننا، وسنزف البشرى للعراقيين وحتى لمن لم يشارك معنا في الاحتجاجات، هو مشارك وهو في قلب بيته. شكرا لك دكتورة علاء عبد اللطيف. أستاذ مصطفى، أخيرا يعني هل هناك ظروف ربما ستفرضها الانتخابات أو أجواء الانتخابات الأمريكية المقبلة من حيث تعامل أحزاب السلطة وميليشياتها مع ثورة سلمية في العراق؟ سريعا قبل أن أجيب على هذا السؤال، أنا أريد أن أعلق على نقطتين وردتا في حديث السيدة الدكتورة علاء والسيد زياد السنجري. نعم. أولا فيما يتعلق بالنقطة التي وردت في حديث السيدة علاء، يعني مصطفى الكاظمي هي قالت هو عميل صغير، هو أحد العملاء الذين خاطبوا بوش ووجهوا له رسالة لغزو العراق، هذه مسألة يجب أن ينتبه لها، ولذلك لا يجوز أن نجعله في خانة الوطن على الإطلاق. هو من الناس الذين حرضوا بوش على غزو العراق واستجلبوه مع عدد من العملاء، والرسالة هذه منشورة منذ أيام ما قبل غزو العراق. في موضوع الإعلام الذي تحدث به الأخ زياد، أنا حقيقة من خلال رصدي لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية، أنا ألحظ أن هناك إحجاما كاملا أو شبه كامل من بعض الأشخاص بما يبدو أنه يؤشر حالة من الأوامر التي صدرت لهم من جهات يتبعونها بشكل أو بآخر، وسواء جهات إعلامية أو صحفيين أو إعلاميين أو ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهير تويتر ويوتيوب وفيسبوك وغيرها، بعدم التطرق إلى ما يجري في العراق، وعدم يعني تغطية الأحداث التي تحصل في العراق، وعدم دعم ثورة تشرين خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، يعني ربما كانت في البداية هناك شيء من التغطية والدعم، الآن هناك إحجام واضح من وسائل الإعلام العربية ومن الصحفيين العربيين العرب، وهذه حقيقة تؤشر كما قلت أوامر صدرت لهم. فيما يتعلق بأجواء الانتخابات الأمريكية، يعني حقيقة العراق بعيد عن أجواء الانتخابات الأمريكية فيما يتعلق بثورة تشرين. هذه العصابات الإجرامية هي تمتثل بالدرجة الأولى والأخيرة لأوامر إيران وما تقرره السلطات الإرهابية في إيران، سواء من مكتب خامنئي. بنيت هذا السؤال يعني بناء على موضوع أنه إيران الآن توقفت عن استهداف القنصلية الأمريكية. يعني من هنا أريد أدخل إلى هذا الموضوع، فهي إذا كان هناك أي تغيير في أداء هذه العصابات الإرهابية، إنما يتبع ما تقرره الجهات التي يرتبطون بها في إيران، سواء مكتب خامنئي أو الاطلاعات أو فيلق القدس في الحرس الثوري أو إلى آخره، أو مجلس الأمن القومي. هؤلاء هم من يقررون سياسة أو أداء هذه الميليشيات الإرهابية التي تعمل في العراق وتستهدف ناشطين وتستهدف دبلوماسيين وتستهدف قوات الأمريكية أو التحالف الدولي كما يسمى. إذا كان هناك قرار إيراني بالتهدئة مع الولايات المتحدة، فستجد صدى هذا القرار الإيراني في العراق حاصلاً، وهو ما نجده الآن في العراق. وإذا كان هناك قرار بالتصعيد من جانب إيران وأجهزة النظام الإيراني الإرهابية،
المجرمة ستجد تصعيدا في العراق. العملية يتحكم بها رأس الإرهاب في طهران وفي قم وفي مراكز النفوذ والقرار التي تتحكم بذيولها في إيران في العراق. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. ونشكرك أيضا دكتورة آلة عبد اللطيف الناشطة في التظاهرات، كنت معنا من بغداد. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.